قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا بعد ميديا. الطلب يعني الغريب جدا، الطلب المنبطح جدا يا خوتي من قبل برويطة من أجل أن يزورهم تبون يروح تبون إلى ميمي ستة ويتفاهم معاه وتتريق العلاقات الجزائرية المغربية. المهم خرج لهم واحد الناشط المروكي يا خوتي ليبهدلهم كيما يلزم الحال، فضحهم كيما يلزم الحال يا خوتي، ووصفهم يعني بأبشع الصفات. يا أخي مذلولين يا أخي، والله وجوههم صحاح يا خوتي. المهم تغاوع الفيديو هذا باللايكات، كل واحد فيكم يهبط يخلي اللايك تاعه، ما راكم خاسرين والو، ادعموا القناة برك والباقي علينا. وما تنساوش أيضا التعليقات يا خوتي، خليكم على الفيديو. هناك أخبار كتقول أنه الملك محمد السادس يدعو الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لزيارة المغرب بعد القمة. يعني جميع الجرائد اليوم كتكلم على هذا الخبر هذا، لا من جريدة الحرة لا من جريدة سكاي نيوز، لا تقريبا حتى الجرائد المغربية كلها كتكلم على هذه المسألة هذه ديال أن محمد السادس يدعو الرئيس الجزائري لزيارة المغرب. بالنسبة لهذه الزيارة هذه كما جاء في الخبر هنا ما نشوفه، قال لك بعدما لم يتسنى ذلك خلال القمة العربية المنعقدة حاليا في الجزائر، دعا العائل المغربي محمد السادس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى زيارة المغرب من أجل الحوار. هنا غنسطروا على هذا من أجل الحوار، وفق ما أفاد وزير الخارجية المغربي ناصر برويطة وكالة فرانس بريس الثلاثاء. الإشارة فقط بعد برويطة ولا برويطة كان البارح دار واحد اللقاء مع جريدة ديال سكاي نيوز وتكلم على أن هناك حرب في الصحراء، يعني ما عرفتش واش زلت لسان ولا المهم حنا عارفين القضية صحيحة، ولكن مجموعة من يعني دوك العياش الطبالة الغياطة اللي كاين في يوتيوب كيقول لا ما كاينش الحرب، هو بوريطة كيقول لك كاينة الحرب، قال لك حنا راه كنسلحوا حيت يوميا كيجينا الضرب من واحد الجهة، وباش يذكر زعما الجزائر وبوليساريو ديريكت، يعني قال لهم راه كاين ميليشيات قال لهم كضربنا يوميا راه كيضربونا. وشنو كيعني كيضربونا؟ يعني ان البلاغات ديال جبهة البوليساريو عندها مصداقية وحقيقية، وهادشي راه كيقولوا بوريطة بلسانه ماشي انا اللي كنقول، رجعوا للقاء وسمعوا. وبالتالي يعني ديك الغوغائيه وديك لا راه ما كايناش الحرب لا راه ما كاين كذا لا هضره الخاوي راه ما يعني ما واكلاش، جيب الحقيقه ولا تكمش ما عليناش. رجعوا لهذا من اجل الحوار اللي قال محمد السادس. حوار من اجل ماذا؟ ياك في الخطابات الملكيه دائما كيقول اليد الممدوده وكذا والعلاقات الجزائريه المغربيه وبغينا الجزائر وبغينا كذا ياك. رد عليه تبون في اول مره قال ليه زعما ان العلاقات يعني اللي بغات تكون مزيانه خصك تعتذر على مجموعة من المسائل، ولكن المغرب دائما كان كيصعد رغم ان الخطاب ديال الملك في جهة والسياسة ديالو في جهة اخرى. يعني الخطاب ديالو كيقول لك حنا السياسة اليد الممدودة، في جهة اخرى كيبان لك انه كيطبع وكيصعد في الاتجاه بحال هكا، وفي نفس الوقت كيقول لهم اليد الممدودة، يعني سياسة خبيثة نوعا ما. واليوم حتى هذا النوع من الدعوات كيتعتبر خبيث لان انت مازال ما اعتذرتيش، ما رديتيش على تبون اللي قال لك خصك تعتذر، ما اعتذرتيش. وعندنا يعني ناس اللي تقتلوا مثلا في اصحاب الشاحنات الجزائري اللي كانوا تقتلوا في الحدود ومجموعة من المسائل بحال هكا. خلي لك يعني داكشي ديال سنه 1994 فاش كانت تغلقات الحدود والتخربيق، وكان قالها الرئيس الجزائري مباشره، قال لك ان الحدود ما مقلوقاش بسبب قضيه البوليسارو، لان قضيه البوليسارو هذيك بوحدها، واذا بغيتي الحوار مع ابراهيم بغالي قال لك جي للجزائر مرحبا بك في اي وقت، ننظموا لكم يعني واحد اللقاء قمه بيناتكم وتحاوروا ولا شنو ديروا بيناتكم، يعني بوليسارو مغرب ما يمكنش الجزائر تدخل في هذه المسائل هذه حسب يعني الرئاسه الجزائريه، هادشي اللي قال لك الرئيس تبون. وبالتالي هذا من اجل الحوار، اش من حوار غادي تحاور؟ هذه اللي كتسمى في المغرب العرضه الكذابيه. تأتي هذه الدعوة بعدما غاب العاهل المغربي عن حضور القمة العربية، طبيعة الحال غياب ديال محمد السادس خوفا من إبراهيم غالي، لأن لو كان مشى محمد السادس كان يستقبل إبراهيم غالي حسب يعني المنظور ديالو، قال لك يستقبلني عند في الطيارة، في ظل استمرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من جانب الجزائر منذ أغسطس 2021. وأوضح بوريطة أن الملك محمد السادس أعرب عن نيته خلال الأيام الأخيرة في زيارة الجزائر التي دعا إليها حضور القمة العربية، لكن الوفد المغربي لم يتلقى أي تأكيد من الجانب الجزائري بواسطة القنوات المتاحة بعدما طلب توضيحات عن الترتيبات المقررة لاستقبال العاهل المغربي. وأعرب برويطة الذي يرأس الوفد المغربي المشارك في القمة عن أسفه لعدم تلقي أي إجابات عن القنوات الملائمة. وكان وزير الخارجية الجزائري رمطال عمامرة تساءل في حوار مع قناة العربية الاثنين عما إذا كان غياب الملك محمد السادس عن القمة التي
تختتم يوم الأربعاء فرصة ضائعة. وأشار أيضا إلى أن الرئيس تبون كان سيخصص للملك المغربي استقبال بروتوكولي في المطار لو حضر إلى الجزائر، لكن بوريطة اعتبر أن مثل هذه اللقاءات لا ترتجل في قاعات الاستقبال بالمطارات. وأضاف: لقد أعطى دجاجة الملك تعليماته بأن توجه دعوة مفتوحة للرئيس تبون بما أنه لم يتسنى إجراء هذا الحوار في الجزائر. يعني بحال محمد السادس يعني بقى فيه الحال ولا وقت، المهم شي حاجة بحال هكا زعما، زعما فرصة ضائعة ضاعت لهنا صافي. تبون وقت ما بغيتي تجي مرحبا بك. وسبق لمحمد السادس أن دعا في عدة مناسبات الرئيس الجزائري إلى الحوار من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين، وتشهد العلاقات توترا منذ عقود بسبب دعم الجزائر لجبهة البوليساريو. وهذا غلط، هي كاين توترات وتمشي لهذه الدرجه ديال القطيعه، الدرجه القطيعه من بعد ما طبع المغرب ومن بعد ما يعني وقعوا بعض المشاكل في الحدود، لذلك يعني تم قطع العلاقات، يعني مشاكل دبلوماسيه وكذا كذا الى اخره، التي تطالب باستفتاء تقرير مصير للبوليساريو للصحراء الغربيه، بينما يقترح المغرب الذي يسيطر على ما يقرب من 80% من المنطقه خطه حكم ذاتي تحت سيادته. وزاد التوتر عندما اعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط، متهمة إياه بارتكاب أعمال عدائية منذ استقلال الجزائر في سنة 1962. وأعرب المغرب عن أسفه إزاء هذا القرار ورفض مبرراته واعتبر أنها زائفة. جرائد المغربية كتكلم حتى هي كما قلنا، نمشيو نشوفوا الكومنتيرات. بوريطة شخص ماشي عادي باش تجبر الجزائر تعترف بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية من قلب الجزائر. نتمنى من الرئيس تبون النزول من برجه العاجي وقبول دعوة الملك محمد السادس وإنهاء الخلافات ووضع مسألة الصحراء في مفاوضات مباشرة بين الطرفين أو تعليق النقاش فيها والبحث في أمور أخرى مثل إعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح الحدود والغاز والتجارة البينية بين الشقيقين. ما يقدرش يجي خاف صاحب الجلالة نصر ما ديده مرارا وتكرارا، ولكن لا حياة لمنته. إذن علاش محمد السادس ما مشاش الجزائر في هذه الفرصة هذه اللي كانت متاحة له؟ يعني اللهم أحلال عليهم حرام علينا. لا حياة لمن تنادي، وتبون لا يملك سلطة اتخاذ القرار الذي نتمناه هو ألا تقع حرب بين الجارين، لكن أصبح صعب وقوعها للجزائر تعرف أنها خاسرة أمام القوى العسكرية المغربية. واش عمرك شتي شي زريبة عندها قنوات رسمية؟ الحوار خصو يكون من شنق رحمة تبون، راه موظف عنده لغاية انتهاء الصلاحية ديالو. واخا واخا والله يسمح الله يسامح، رحنا جيران قبل كل شيء، ملكنا قلبه بيض وخوتنا الجزائر ولاد الخير، فالله عما سلف. في بادئ الأمر كنت أنزعج من كثرة استعمال سياسة اليد الممدودة، لأنه لا حياة لمن تنادي، زد على ذلك يعتبرون أنفسهم وشعبهم أنهم خلفاء الله في الأرض ومركز الكون، ولكن عندما تتعلم في التعاملات السياسية الرصينة لا بد لك من التحمل بعض الشيء حتى تبين للعالم أنك لا تعامل ولا تتعامل بالمثل، بل دائما ما تبادر والحق سيظهر ولو طال أمده. لا حياة لمن تنادي، الملك محمد السادس نصره الله دائما سباق للحوار، ويقدر ويقدر الجوار الذي وصى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وملكنا لا زال يمد يده للجزائر من أجل التحالف والمشي قدما، وأتمنى أن تكون هذه آخر دعوة في حالة عدم قبولها. صراحة دوك الناس ميؤوس منهم. العز سيدنا مملكة مغربية شريفة، لا أعلم لماذا على سلطة في البلاد تصر على هذا الحوار مع نظام الكبرانات بائس. يجب أن يعلم السياسة المغربية أن النظام العسكري الجزائري كلما تقربت منه وجاملته إلا زاد تعنتا وانتفاخا. كان على الملك أن يستدعي الشنقريحة بدلا. العاهل المغربي أبان عن علو كعبه، إيوا علاش ما جاش القمة وعلو كعبه؟ ما كتبتيش فهذه يعني لابس داك اللوبوتام داك اللي عنده الكعبة، باينة القضية هذي علو كعبه. المهم ماليناش بالنسبة لهاد الدعوة هذي، كنعتقد أنها يعني بحال شي عرضة كذابية، يعني ما كاين شي حاجة منها. يعني لو كان محمد السادس كانت عنده النية الحقيقية أنه يعني يفتح يعني حوار مع ولا يفتح يعني العلاقات السياسية مع الجزائر ولا كذا، يعني كان يعني يحضر في هاد القمة هذي اللي كانت مؤخرا، بما أنه غاب عنها، وبالتالي يعني هو على مستوى العلاقات وكذا يعني كتبقى هذه غير عرضة كذابية، وغالبا أن تبون ما غاديش يمشي للمغرب غالبا، يعني هادشي كيبان ليا، لأن لا ثقة في هاد يعني المطبع وكذا كذا، لأن كما قلت لكم السياسة ديالو في جهة والهضرة ديالو في جهة، وهذا هو الأسلوب ديال الخوت،
انك دائما كتعامل يعني كتقول حنا اليد ممدوده كذا كذا، ولكن فاش كتجي للواقع يعني شنو كدير انت؟ يعني كدير عكس ما تقوله، يعني نفاق ما بعده نفاق. وفي الاخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رايكم في التعليقات. سلام.